ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ انا هالة ثابت، ميك اب ارتست، وبعمل وصفات وخلطات للعنايه بالبشره والشعر ووصفات للمطبخ. لو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك في القناه، فعلي زر الجرس، وما تنسيش اللايك والكومنت اللي هيفرحني. النهارده يا جماعه في بيتنا بط، عندنا حفله بط. هنعمل بط بطريقه يمكن تكون مختلفه، انا مش عارفه. هنعمله بطريقتين، الاريح لك واللي تحبيها واللي ذوقك كملي فيها. عندنا بطتين طبعا، بخصوص نظافة الطيور عموما. انا عموما كنت بنظف بدقيق وخل وملح، وكانت يعني طريقة ناجحة جدا. شفت طريقة على قناة، انا فعلا مش فاكرة شفتها عند مين، بتنظف بالطحينة. فانا بعمل الاتنين، بنظف بالطريقة بتاعتي العادية اللي هو خل ودقيق وملح او ليمون، وبعد كده بنضف. يعني انا جربتها ولقيتها فعلا ناجحه جدا، ومره جربتها لوحدها برضو لقيتها ناجحه جدا. فانا عشان قلبي يطمئن فانا بنضف بالاتنين، الاول بملح وخل ودقيق، او ملح وليمون ودقيق، وبعد كده بالطحينه، وطبعا بشطفها شطفه حلوه كده. نضفتهم حلو. دي بطايه بس انا اسمها بالنص، هقول لكم ليه. برضو هنعملها بطريقه مختلفه شويه، ودي هحشيها بالفريك، فريك بالخلطه. خليكم معايا عشان نقول هنعمل ايه، واقول لكم على كل تركايه هنمشي فيها. خليكم معايا دلوقتي يا جماعه. هنبدا نشتغل في البطه اللي احنا هنحشيها فريك. انا عندي تقريبا 300 جرام فريك، انا منقعهم في ميه سخنه لمده تقريبا ساعه. عندي بصلة صغيرة متقطعة صغير، عندي دي الكبد والقوانص بتاعت البط قطعتها صغير، طبعا غسلتها كويس قوي زي ما قلنا طريقة الغسيل. عندي دي معلقة صغيرة مرقة، ومعلقة صغيرة فلفل، ومعلقة صغيرة ملح. دي اللي هنعمله على البوتاجاز دلوقتي، طبعا السمنة اللي احنا هنبدأ نشتغل فيها. خليكم معايا عشان نبدأ نشتغل في البطة اللي هتتحشي كده يا جماعة. حطيت معلقة سمنة بلدي في الحلة، اسيبها لغاية ما تسخن شوية، وهبدأ اول حاجة هنزل بيها تمام البصلة. طبعا انا الطريقتين بشتغل بيهم، بنزل ساعات بالكبد والقوانص، بنزل بالبصلة. الطريقتين صح جدا والاتنين حلوين. انا ما بحبش ابقى على رتم واحد علشان تستفادوا، انك ما تقوليش انا غلطت نزلت البصل اول، او غلطت نزلت الكبد والقوانص. لا، الطريقتين صح جدا ومتقلقيش منهم. البصله مش هنصفرها طبعا، ده زي ما احنا متعودين بندبلها شويه، واول ما بتدبل بنزل بالكبد والقوانص. وطبعا علشان القوانص انا مش سلقاها ولا اي حاجه، فهبديها شويه كده اقلبها كده. البصله بتاعتنا قلبت، هنزل بالكبد والقوانص بالشكل ده، هبدا اقلب فيهم لغايه ما لونهم يتغير. هسيبكم عشان ما اخدش من وقتكم وهرجع لكم. زي ما حضراتكم شايفين تبدا تنزل الميه بتاعتها. طبعا احنا في الوقت ده هبدا انزل التوابل بتاعتي واسيبها براحتها خالص. اول حاجه هننزل الفلفل الاسود والمرقه، ومش الملح كله، لغايه ما ذوق حياه الفريك. واسيبها برده براحتها لغايه ما تشرب الميه دي كلها، وارجع اقول لكم هنعمل ايه بعد كده. خليكم معايا. طبعا اول ما تبدا الشكشكه تبان، وتبان عندي السمنه تظهر من جديد كده، هي شربت الميه بتاعتها، وابدا انزل بالفريك بتاعي. افضل بقى اقلب في الفريك تقريبا بتاع ربع ساعه لغايه ما يتغلف كله، واظبط بس حياء الملح، لان انا كده حاطه التوابل بتاعتي كلها. هظبط بس حياء الملح، اقلب بقى براحتي واسيبه تقريبا ربع ساعة وارجع لكم. وكده يا جماعة هنبدأ نعمل
الصوص اللي انا هحطه على البطه اللي انا قسمها بالنص دي، لان دي هسلقها الاول بعدين اديها نص سلقه كده وبعدين ادخلها اكمل تسويتها بالشوي. تمام، هنبدا نقول هنعمل ايه. عندي تقريبا معلقه ثوم مفروم ناعم جدا، عندي معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره مرقه، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة ملح. ودي صلصة على فكرة حلوة جدا، انا مجرباها كتير قوي، اسمها بيتي تبع هاينز، بس حلوة جدا جربيها. وعندي ده صويا صوص، وعندي دبس رمان. هنقول نعمل ايه، هتطلع البط زي ما بتاكليه كده في المطاعم بالظبط وكمان احلى. تمام، خليكم معايا علشان هنبدأ الوصفة بتاعتنا وهنقول هنعمل ايه. يلا بينا. كده عندي حلة على النار بالشكل ده. في الوصفة دي مش هشتغل بسمنة، هشتغل بزيت، وهقول لكم ليه. علشان كل ما أبدأ الأول هنزل تقريبا معلقتين زيت كبار، هقول لكم ليه. علشان أنا كل شوية ببدأ أدهن البطة بالصوص ده، فأنا محتاجة زيت شوية لأنه الزيت بيدي لمعة حلوة خالص. انا عندي دلوقتي التوم هنزله، طبعا انا مش هخلي التوم يحمر برضو كالعادة. سوري يا جماعة، جالنا ضيف فتحت الباب. يعني كده انا بقلب التومة، طبعا انا زي ما اتفقنا انا مش بحمرها. اول ما تبدأ تديني اشارة انه ابتدت تدبل، سوري انا نسيت ما اقول موضوع الخل، هي معلقه خل واحده بس زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهي، نزلتها على الطومه. عايزه اقول لكم الريحه بتبقى عامله ازاي، ريحه بتبقى حلوه قوي. الصلصه حطي معلقتين ثلاثه حسب ما انت عايزه. على فكره الصوص ده ممكن تعمليه ولو فاض منك شيليه في الفريزر، هينفعك حلو قوي بالشكل ده. هبدأ انزل باقي المكونات بتاعتي، اللي هي المرقة، كزبرة ناشفة، حط شوية معلقة البابريكا الصغيرة، فلفل اسود، وشوية الملح ومش كتير. طبعا انا هفكها شويه بالميه بس لما تاخد كده غلوه، طبعا الصلصه مش محتاجه تتسبك ولا حاجه. تمام، هبدا دلوقتي انزل بمعلقه دبس الرمان. طعمه يا جماعه في الاكل دبس رمان، لو ما عندكيش دبس رمان ممكن تحطي معلقه عسل اسود، برضو بتجيب نفس التست وهتطلع حلوه برضو. وهنزل كمان بمعلقه الصويا صوص بالشكل ده. وبكده الصوص بتاعي اللي انا هدهن بيه، بس هفكه شويه بالميه لان هو تقيل عشان اعرف افك بيه في ادهنه يعني وانا بشتغل. احط شويه ميه واسيبها، بس هي بتاخد غلوه واحده، واول ما بتغلي خلاص بطفي عليها وبخليها بدهن بيها البط. هقفل معاكم واسيبها لغايه ما تغلي، هي غلوه واحده وبطفي عليها. كده يا جماعه البطه بتاعتنا اللي هنحشيها جاهزه، وطبعا الفريك بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين برضو جاهز. هنبدا نحشي البطه بتاعتنا حشوه حلوه قوي، ونكتفها طبعا. تمام، كتيفه حلوه، انا ظبطت الحياء بتاعي وكله تمام. هبدا دلوقتي احشي البط بالشكل ده، احط كده وازق لغايه ما املاها. وطبعا نراعي برضو انا رشه فلفل بسيطه كده جوه في قلبها بالشكل ده، املى بس الجزء اللي جوه ده كويس.
اخلص حشو وارجع لكم اوريكم انا عملتها. طبعا انتوا الموضوع وصل لكم قوي، ادينا انا طبعا الفريك تقريبا مستوي بنسبة 80%، هيبقى فاضل 20% ده هيعمله اثناء السلق. وفي برضو ساعات انا مش بسلقه، ساعات بسويه في الفرن من الالف للياء، هوريلكم برضو الطريقة دي والطريقة دي، خليكم معايا كده يا جماعة. بعد ما حشيت وكده كتفت بالخلة انا هسويها في الفرن كده يا جماعة. بعد ما خرجت دي البطة اللي انا حشيتها بالفريك، ودي اللي انا قلت لكم كنت كل شوية كده اخرجها من الفرن وادهنها بالصوص اللي احنا عملناه، مش عايزة اقول لكم على الريحة والطعم. وده رز مبهر كده، هبقى انزل لكم الطريقة على القناة. اتمنى اكون طريقتي عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا. اوعوا تنسوا لي في اللايكات. باي باي يا بنات.